الإخلاص والتقوى تظهر في الصيام أكثر من غيره. لماذا؟ لأن الصيام يمتد، والإنسان يكون حال صيامه في خلوة وفي جلوة، يكون أمام الناس ويكون لوحده. العامل يعمل ويكدح ويتعب ويكون ممسكاً عن الطعام والشراب أمام الناس، وإذا ذهب إلى غرفته لوحده ما أحد يراه، هو في غاية التعب، والماء البارد أمامه في الثلاجة ما يمد يده ليشرب ولا يأكل، لأنه يصوم لله. ولذلك يقول العلماء إن الإخلاص والتقوى أظهر في الصيام من غيره. فالصيام لي، قال بعض العلماء معنى فالصيام لي أن العبد يصوم لي، فالصيام فيه الإخلاص، لأن الإنسان يكون في الخلوة ومع ذلك ما يفطر. ما الذي منعه؟ خوفه من الله، الإخلاص لله. وقال بعض أهل العلم بل المعنى لي، أي أن جزاءه لي، فكل جزاء معلوم إلا جزاء الصوم، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو جزاء مكتوم عن الخلق، حتى الملائكة ما تعلمه جزاء الصائم. ولذلك قال الله وأنا أجزي به. كل حسنة بعشرة أمثالها، هذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قد تضاعف الحسنة إلى 700 فتكون الحسنة 700. إلا الصيام أعظم من هذا، فهو لي وأنا أجزي به، ففضله عظيم مكتوم غير معلوم للخلق. نعم.